اكيد فرحانين معناها، لانه مهرجان مهم، مهرجان مراكش، مهرجان دولي، عديد الافلام الممتازه في اللي اختاروها المهرجان، مع لجنه معناها مهمه، عجبهم الفيلم، عطاوه احسن اخراج، وهذه حاجه بالنسبه لنا احنا مهمه برشا، خاصه للباركور بتاع الفيلم من بعد، والباركور دو سيكون رياليزاتور اللي هو علي الدين سليم، اللي باش تعاودوا تسمعوه برشا مرات الاسم هذا. إضافة كبيرة معناها، الحقيقة تعودنا بالجواز، لأنه أفلام اللي قاعدين نعملوا فيها مهمة برشا، في شغل فريق كامل، عندنا 15 سنة نشتغل مع بعضنا، وهذه حاجة مهمة، لأنه العمل هو الوحيد اللي ينجم يثبت الشيء هذا، من غير خاصة في الوطن العربي احنا ديما عندنا المحاباة، وواحد دونك سي امبورتون اللي سو جروب دو جون اللي اشتغل مع بعضه انه في الأخير ينجح ويتوج بجوائز عالمية، وهذا مهم بالنسبة لنا.